اول ما اكتب اي حاجه كنا بنجتمع كلنا مع بعض علشان نحط نظره للعمل هيتصور ازاي وهتصور فين وكده. فكان فريق العمل اللي معانا اللي هو دلوقتي ما بين مشرد وما بين محبوس او شهيد، فريق العمل ده اجتمعنا يوم قصيدة من قلب رابعة، كنا في شهر رمضان، وقرأت عليهم القصيدة كالعادة. كان معانا الشهيد بإذن الله إن شاء الله محمد فتح الباب. فمحمد أول واحد بكى فينا من وانا بلقيها كده مجرد قراءة من الورق في المقطع بتاع وقالوا اللي رايح لرابعة يا بخته بنات الجهاد راح يسأله بسلامته. يا رب اللي جالها يشوفها في أخته، بناتك يا رابعة تجمل وراسك، فخلي اللي يشتم يشتم له ساعة، وخلي اللي حاسدك يطلع إشاعة. في أعمال تانية غير قصيدة من قلب رابعة، كان في زي قصيدة انتفض. قصيدة انتفض لغة عربية فصحى، وكنت بخاف جدا لما كتبتها لأن كل شغلي باللهجة المصرية الصعيدية. ألعابنا خرطوشة ومدرعة، ألحاننا صوت الرصاص. تتراقص الآذان لما تسمعه، شارك باسمك في الملاحم، إن أيام الكرامة راجعة، فلسوف يأتي اليوم نخبر نسلنا قصص الفداء الماتعة، ولسوف يجمعنا الزمان لنحتفل في رابعة. وقت التعتيم على رابعة العدوية كان الإعلام الثاني بيطلع إشاعات بس، ما بيديش أي أخبار من جوه الميدان. جزء كبير جدا من الشعب اللي بيتابع الإعلام ده ما يعرفش إيه اللي بيحصل جوه رابعة، غير جهاد نكاح، جرب بياخدوا البطايق، مخطوفين ذهنيا. الكلام ده اول ناس ندخل بكاميرا نصور جوه الميدان والتريقان على الاشعاعات دي كلها، والناس شافت بنفسها ايه اللي بيحصل جوه ميدان رابعه. اربع ايام بدا ظهور حالات جرب من بين المعتصمين. ايه اللي جابك هنا؟ الله اكبر الله اكبر. تعمل ايه في رابعه؟ اللي بره بس انت عارفهم. تعمل ايه هنا؟ مفيش، مراتي خانقاني في البيت فقلت اجي اريح شويه بس. لا طبعا، اللي حابب من كده ان انا نزلت الانتخابات كذا مره والناس نزلت عشان تدي صوتها، وبعدين جاء واحد قال لنا لا صوتكم ملوش لازمه. بالله كله تمام، اوعى تقول انك معتصم معاه. انا نفسي مش مصدق. كلنا جينا حتى اصحابي ناس في تمر الجمعه لقوا ان الموضوع خلاص ملوش علاقه بمرسي ولا له علاقه بالاخوان، ان الفكره كلها الناس نزلوا عشان خاطر في 30 يونيو الموضوع طلع انقلاب على 25 يناير ومطالبها. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله الله. بقول لك ايه، تخش خلص نفسك بقى في السريع وانا مستنيك. خلاص تمام. انت بتصدق التلفزيون يا دي حاجه احنا قدرنا الحمد لله نوصل صوتنا لاكتر من 3 مليون مشاهد على اليوتيوب بس. الواحد مش اسلامي او كل حاجه، بس هو بيقف، يعني انا شايف الحق في المنطقه دي فانا بقف معاها. في نص الاعتصام حصل ان حكومه العسكر نزلت غرامه 30 الف جنيه للي هيشتم الرئيس المؤقت عدلي منصور اللي هم كانوا معينينه. فانا طلعت احذر الناس من خلي بالكم ما تشتموش عدلي منصور عشان الغرامه دلوقتي على شتمته 30 الف جنيه، وبس قدمتها بشكل ساخر وكده، والناس تجاوبت معايا الحمد لله وكانت شكلها ظريف يعني. عشان مش كل شويه عايز حد يقول لي عدلي منصور راح، عدلي منصور جه، عدلي منصور طلع، عدلي منصور نزل، عشان ما تدفعوش فلوس. هو ليه اسمه معروف فيه بيتدخلوا بيه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عايز اسمعه. الطرطور ب 10، قلت طرطورين تدفع 20، قلت ثلاث طراطير تدفع 30. في واحد هنا بيستظرف يقول معايا 2000 جنيه، لا يا عم على جنب، هو الطرطور ب 10، 2000 جنيه تروح تضرب احمد دوم قفا تطلع بيهم ثاني يوم اخلاق سبيل. الديمقراطيه اللي بيطرحها العسكر او الديمقراطيه في العالم تقريبا اشتغاله من غير سلاح ومن غير قوه ومن غير اعلام مستحيل تعرف توصل للحكم. في تواجدي على منصه رابعه بدات اشوف الحاجات دي عملي. المسرح بتاع رابعه او منصه رابعه يمكن انا بتكلم عليها كمسرح من خلال اللي انا بعرضه، لكن كانت بالنسبه لي وبالنسبه الأصدقاء اللي بيساعدوني على المنصة كانت حياة، كانت كل المعاني الإنسانية كانت موجودة
بشوفها من فوق المنص. مع كل كام حلقة أو كل فقرة أنا بطلع فيها على المسرح كان بتحصل أحداث مؤلمة. يعني ممكن نكون مجهزين فقرة وطالع على المسرح علشان أتفاعل فيها مع الجمهور فألاقي شهداء كتير مثلا جايين من رمسيس فنأجل، يعني مش ملائم العرض بالكوميديا في الوقت دوت. الحلقة بتاعت شادي اللي هو عاشق البيادة، شادي كنا بنرمز بيه للشخص بالسيادة بتاع أي حاجة بتقال في الإعلام، فكانت قال أهل رابعة عندهم جرب وأنهم بدأوا يرش عليهم فينيك وحاجات مطهرات، فاتوجه عطوة كاننا أن يتناول ده بنوع من الكوميديا. كان بيقعد في مصطفى محمود مع الثورة المضادة وبعد كده راح التحرير مع الثورة المضادة، وكان عمال يعدعد في العدمة دي وبيقول لي عندي مرض التكلب. تكلب؟ تكلب. بيقول لي بحس ان ودانه بتطول وضميره بيموت، ضميره بيموت وبيقعدعد في دي. من الحلقات اللي كانت مغايرة لما عطوة تقمص شخصية وزير من الوزراء العواجيز الانقلابيين وطلع على المنصة ويقول عاش وعاش حكم العسكر، بدأت الناس تهتف ضده وتقول يسقط يسقط حكم العسكر، ويقول لهم ده حكم العسكر كحك بسكر. حكم العسكر شهد مكرر، حكم العسكر كحك بسكر، حكم العسكر شيخ الأزهر كمان، حكم العسكر شيخ الأزهر. يا إرهابيين عشا وعشا حكم العسكر. طب حزب النور طب كان بيهزر، جنرال جيشنا نازل يتمخطر. أنا كنت فاكر إن دي كوميديا، لكن مع الوقت وبعد الانقلاب الصور المضحكة الأسطورية دي بدأت نشوفها في ناس حقيقيين. كنتش أتخيل طبعا إن ممكن تتحول بعض الناس إلى مسوخ وتقول عاش وعاش حكم العسكر، ورغم رفع الأسعار ورغم انقطاع النور ورغم القتل ورغم غياب الحريات ورغم الأزمات اللي على كل مكان أضعاف أضعاف ما كانت موجودة أيام الرئيس مرسي، بعض الناس فاقت الحمد لله، لكن بعض المسوخ اللي كنت بجسدها على منصة رابعة لازالت موجودة. الموقف المؤثر ان بعد عملية الفض كان المكان ده المركز الإعلامي اللي كنت بعمل فيه الشو بتاع عطوة وبرسم فيه الضحكة والابتسامة، كان مقبرة لعدد كبير جدا من الشهداء. المكان اللي كنت واقف فيه، المنصة اللي كنت واقف عليها او تحديدا المركز الإعلامي، الأرض بتاعته ما كانتش باينة من دماء الشهداء. بدأنا نفكر في الغنوة لما حصلت الحادثة الخاصة باستشهاد الشهيدة هلا بشعيشة عليها رحمة الله. الحدث بالنسبة لنا كان صادم جدا ومؤثر، ويمكن فكرة قيمة البنت أو الأنثى حتى على مستوى اللغة، يعني فكرة اتحاد الأنثى مع معنى الوطن والأرض والأم والبنت خلت عندنا نوع من الانفعال بالموضوع عالي شوية. لما إسلام كتب حرية وطن انفعالا بالحدث ده قلت له هي دي، تراجعت عن اللي أنا كنت كتبه، وبالفعل أخذنا النص اللي إسلام كتبه وديناه لصهيب شكري وبدأ يلحنه. يا وقفتك في الحر يا تكبيرك، يا لفتك وسط الكفن بحريرك، يا طهر ست 16 سنة كان يوم هنا، قولي لطلقة غدر كتر خير. مشهد زي مشهد اشتراك المرأة أو البنت في الاعتصام وفي المسيرات وفي مواجهة العسكر وفي دفاعهم عن وطنهم وعن قضيتهم وعن حلمهم كان لابد ان هو يسجل ويتم بروزته، ما كانش ينفع ان هو يمر مرور الكرام سواء اشتراكهم او استشهادهم. يعني هما مش بس اشتركوا في الاعتصام، هما كمان وقعوا على وقفتهم دي وعلى
ادعائهم حب الوطن ده بالدم. Thank you.